هذه التكملة مالت السيل انجري. اخر شيء قلنا الادابتيشن، هي اربع حالات بالادابتيشن: هايبرتروفي، هايبربليزيا، واتروفي، وميتابليزيا. هسه قلنا هي هاي شو وقت يصير ادابتيشن؟ اذا تعرضت ستريس الى انجري او ستريس، و شنو الريسبونس مالتها؟ عم تسوي الهوميوستاسيس، تسوينا هاي الادابتيشن ميكانيزمز. هسه اذا كان الستريس اللي تعرضت للخلية كان كلش سيفير وما عندها وقت كافي انه تسوي ادابتيشن، ايش راح يصير بالخلية؟ يصير بيها سيل انجري. فشنو تعريف السيل انجري؟ if the cells exposed to sudden severe injury. فالانجري لازم يكون هم sudden مفاجئ وهم سيفير، زين، that leaves no time for adaptive response to take place. يعني ما تعطيها مجال انه تسوي adaptation، تسوي hypertrophy، تسوي atrophy، لو تسوي hyperplasia ما تعطيها مجال. فش راح يصير؟ راح يصير بيها cell injury. اوكي، فالسيل انجري هو sudden severe injury. No, there is no time for adaptive response to take place. راح يصير cell injury. اكو two types of cell injury، يا اما reversible يا اما شنو؟ irreversible. هسا نجي شنو يعني reversible؟ الreversible هو لما نوخر شنو الانجري راح ترجع السيل both morphologically و functionally normal. فهسا نجي نعيدها. الreversible هو شنو؟ indicate that the changes will regress، يعني changes اللي خطر على الخلية عم تصير بحالة الهوميوستاسيس راح تقل، regress and disappear when the injurious agent is removed. Okay, the cell will return to normal both morphologically and functionally. The cell ترجع both morphologically and functionally normal إذا وخرنا الـ injurious agent. إذا الـ injurious agent استمر persist، إش راح يصير بالخلية؟ irreversible cell injury. وهذا يؤدينا إلى cell death. فإذا الـ injurious agent persist، هذا يؤدينا إلى irreversible cell injury، وهذا معناها شنو؟ cell death. نعطي example. هسا عندنا الهارت، الهارت بي muscles. اوكي، فاذا القطع البلاد سبلاي عن الهارت for few minutes، اوكي، هذا وبعدين رجعنا البلاد سبلاي، هذا يؤدينا الى reversible cell injury اللي هو angina pectoris. بينما اذا استمر الانقطاع بالبلاد سبلاي اكثر من ساعة، اوكي، فش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا irreversible cell injury اللي نشوفه بالمايوكارديال infarction. فهسه من حكينا شنو الفاكتورز اللي تأثر لنا على severity ما cell injury؟ شلون نعرف هاي severe لو مو severe؟ يعتمد على شغلتين: the injurious agent والtype of cells. The injurious agent نعتمد على التايب مالته، شنو هو التايب مالته؟ chemical، physical، infection، bacterial. اوكي، نعتمد على duration مالته، ايش قد استمر؟ seconds، minutes، hours، days، weeks، years. اوكي، ويعتمد على severity: mild، moderate، severe، مثل ما حكينا. الشيء الثاني اللي يعتمد عليه هو cells. شن هي cells؟ النوع ما cells. مثلا عندنا example neuron cells، كلكم تعرفون neuron cells ما تنقسم، يعني if we lose the neuron cells شنو اللوس مالتها؟ شبي ما راح يتعوض، صحيح. وبعد خاصية ثانية neuron cells ما تتحمل الدم، يعني ينقطع عليها البلد او الاكسجين فترة طويلة. فلذلك اذا تعرضت الى اسكيميا بس مدة 3 إلى 5 دقائق يصير بها irreversible cell injury. بينما عندنا خلايا ثانية مثلا السكليتال مسلز اللي موجودة بكل مكان بجسمنا، باللمس، بالأبدومن، اوكي، بالتشيست، هاي سكليتال مسلز. اوكي، هاي اذا انقطع عليها البلد سبلاي او الاكسجين الاورز، ماني اورز، يلا يصير بها الريفيرسبل سيل انجري. فاذا التايب اوف سيلز تلعب همينة دور في بالسيفيريتي ما سيل انجري. فهي شنو هسه قلنا الفاكتورز الافكتين؟ الفاكتورز هي تعتمد على injurious agent وعلى type of cells. اوكي، فاذا هسه قلنا types of cell injury يا اما يكون reversible يا اما irreversible. هاي الاكزامبل همين على reversible اللي هي cell sweating و fatty changes يعتبر reversible، والirreversible الautolysis، heterolysis، necrosis و apoptosis اللي هذا راح نحكي عليه بالمحاضرة الثانية.
هسه نيجي شنو الكوزز ما سيل انجري، شنو الاشياء اللي تسوينا سيل انجري؟ يا اما هايبوكسيا، هايبوكسيا هي شنو؟ يقل الاكسجين اللي رايح للخليه، هاي كوز من كوزات السيل انجري. بعد كيميكال ايجنتس اند دراغ، انفكشيوس ايجنت مثل شنو؟ بكتيريا، فيروس، اوكي. جينيتيك، مرات اكو دي خلل بالدي ان اي يسوينا سيل انجري. immunologic reaction، شنو يعني immunologic reaction؟ يعني انتجين antibody reaction يطلع لنا مواد معينة يؤدينا إلى cell injury، قلنا في حالة الحساسية، حالة الربو. بعد nutritional imbalance، يعني شنو nutritional imbalance؟ مثلا واحد عنده نقص بالفيتامينز، مثلا نقص بالفيتامين A، نقص بالفيتامين B، أو بالعكس لا excess، زيادة بالفيتامينات، زيادة بالفيتامين A، أوكي؟ فهاي الامبالانس بالنيوتريشن تؤدينا الى ايضا سيل انجري. هسه نسوي ريفيجن سريعه للمحاضره ككل. قلنا الهوموستاسيس هي البالانس بين الفيزيولوجيك ديماند والستراكشر مال سيلز اند ذا ميتابوليك كاباسيتي. اذا السيل دائما تحاول انه تكون في حاله الهوموستاسيس، اوكي، فاذا تعرضت لاي ستريس تحاول انه تغير بالفانكشن مالتها عم ترجع لحاله الهوموستاسيس. شلون السيلز تسوي اما تسوي ادابتيشن؟ عندنا فور ميكانيزمز اللي هي هايبرتروفي، اتروفي، والهايبربليزيا والميتابليزيا. الهايبرتروفي هو زياده بالسيل ماس، بينما الهايبربليزيا زياده بالسيل نمبر. الاتروفي ديكريز بالسيل ماس، والميتابليزيا هي تشينج فروم وان ادلت سيل تايب الى انذر سيل تايب. اذا السيل ما تقدر تسوي ادابتيشن، ليش؟ لان الانجري كان سيفير وسادن، ايش راح يصير بيها؟ راح يصير بيها injury، okay، اللي هو either يكون reversible لما نوخر ال injurious agent راح ترجع السيل normal، أو يكون irreversible إذا حالة ال injurious agent persist، هذا يؤدينا إلى cell death. وطينا example عليها، وهاي الاكزامبلات مهمة ومطلوبة. زين، هاي قلنا types of cell injury، كل واحدة عليها example، هاي مهمة. وآخر شيء causes of cell injury تحفظوها، اللي هي hypoxia، chemical agents، infectious agents، genetic، immunological reaction، nutritional imbalance. أتمنى تكون المحاضرة سهلة واضحة، لأن أنا كلش حذفت هواية، تعرفون محاضراتي طويلة، هسه هاي هواية يعني اختصرت من عدها. فأتمنى تكون واضحة، وأنا يعني مستعدة أنه أجاوب أي سؤال عندكم إياه، وأتمنى أنه تحفظوها زين ما طول انتو قاعدين بالبيت، ويعني اخذوا الموضوع شوية جديات ان شاء الله، على مود ان شاء الله تعبنون، ومن يرجع الدوام امتحانات ان شاء الله تكون سهلة، واحنا نراعيكم بهاي الظروف. شكرا جزيلا.